ننتقل إلى الشيخ الدكتور عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس. شيخ عكرمة صباح الخير، أهلا بك معنا. صباح النور. إذن بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة وارتقاء 32 شهيدا حتى هذه اللحظة، الاحتلال يسمح للمستوطنين وأعضاء الكنيسة أيضا من بينهم بن غفير باقتحام المسجد الأقصى اليوم بالآلاف لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل، ماذا تقولون في ذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا استباحة للحرمات ولبيوت الله، وهناك استباحة للدماء. فقد حرم الله سبحانه وتعالى سفك الدماء واستباحتها، كما حرم استباحة وتدنيس بيوت الله، وهذا ديدا الاحتلال قديما وحديثا. وما يحصل من اقتحامات الأقصى ليست جديدة، إنما يستغل اليهود المطرفون مناسباتهم المتعددة من أجل الانقضاض على الأقصى. فما يسمى بخراب الهيكل، يريدون أن يخربوا الأقصى مع خرابهم للهيكل كما يزعمون، وأن ما يقومون به من عربدة ومن انتهاك ورفع أعلام هذه ستنقلب عليهم، لأن هذا إفساد في الأرض، والله سبحانه وتعالى يرفض ويكره أن يحصل إفساد في الأرض. إنما يقومون به يؤكد أطماعهم بالأقصى، يؤكد أن الشارع الإسرائيلي يميل إلى التطرف، فالحكومة متطرفة والجماعات اليهودية متطرفة، فالتطرف هو الغالب على سلطات الاحتلال وعلى أذرع الاحتلال. وهذا ونحن نستنكر ما يحصل الآن في النسبة إلى المسجد الأقصى المبارك، ونترحم على الشهداء الذين ارتقوا إلى الله إلى بارئهم في قطاع غزة. من ماذا تتخوفون اليوم بالذات شيخ عكرمة، وما هي دعواتكم؟ نعم، التخوف واضح في أنهم يريدون أن يحققوا مكاسب جديدة في الأقصى، أو يفرضوا وقائع جديدة، وهي موضوع رفع الأعلام والصلوات التلمودية في رحاب الأقصى. هذه لم تكن من قبل، وهم يريدون أن يغيروا الوضع القائم بالأقصى، ويريدون أن يفرضوا أشياء محرمة في المسجد الأقصى المبارك. نعم، إذن الدعوات اليوم، يعني ودعني أقول لك شيخ عكرمة، كل ذلك يجري في ظل ركب التطبيع وانخراط عدد كبير من الدول العربية والإسلامية أيضا في التطبيع أو بعض الدول مع الاحتلال. اليوم هل تعتقد أن القدس تترك وحيدة وفلسطين بشكل عام تترك وحيدة؟ نعم، واضح يا أختي الكريمة، ما في شك القدس الآن وحيدة، وانحرفت البوصلة عنها، وأن وجود التطبيع من قبل الدول العربية يجرئ الاحتلال على هجومهم على غزة، وجر الاحتلال بانتهاكهم للمسجد الأقصى المبارك، فيتحمل المطبعون مسؤولية ذلك أيضا. نعم، شكرا جزيلا لك الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس.